انا مش عارف فيه اساس. على فكرة يا جماعة، يعني أنا أرجو إن إحنا ناس صحفيين وناس كبار وناس يعني عندنا قدر من المسؤولية، وإحنا جايين نعلن عن استراتيجية وزارة الرياضة، وأرجو إن الناس تقعد، واللي حابب إن هو يطلع يصور بره هو حر يطلع، بس إحنا نكمل مؤتمرنا ونقفل الباب بعد إذنك. استأذنك نقفل الباب يا جماعة. عشان دخلوا على هنا. يعني هنعمل ايه؟ اخلى يا فندم.